بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن والأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح الرسالة الثانية للقديس يوحنا الحبيب، وهي أقصر أسفار العهد الجديد. هي رسالة من إصحاح واحد وهي كلها 13 عدد، أقرأها كلها. الشيخ إلى كيرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل جميع الذين قد عرفوا الحق من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. والآن أطلب منك يا كيرية، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا منذ البدء، أن يحب بعضنا بعضا. وهذه هي المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آفيا في الجسد. هذا هو المضل والضد للمسيح. انظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله. من يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشرير. إن كان لي كثير لأكتب إليكم لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم لكي يكون فرحنا كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة. آمين. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. آمين. خريستوس أنستي، المسيح قام. بنحاول نعيش ويا القديس يوحنا الحبيب، أحد شخصيات فترة ما بعد قيامة ربنا يسوع المسيح، وهو القديس أو التلميذ الوحيد الذي عمر في سنه إلى سن يقترب من 100 عام إلى نهاية القرن الأول الميلادي، وهو القديس الذي لم ينال إكليل الشهادة وإن كان قد تعرض لألمات وضيقات فحسب مع المعترفين. والقديس يوحنا اللي حمل اللقب اللي احنا بنحبه، التلميذ الذي كان يسوع يحبه، وبنفترض ان كل واحد فينا بيشتاق ان يكون له هذا اللقب، التلميذ الذي يسوع يحبه او يحبه يسوع. خدنا موقفين في انجيل يوحنا، وخدنا موقف او مشهد في الرساله الاولى، والرساله الثانيه اللي هي محور تاملنا في هذه الليله. ده اقصر سفر، سفر يعني الكتاب، مكون من اصحاح واحد فيها 13 ايه، حاجه مركزه جدا. هو السفر الوحيد الموجه الى امراه، لو اعتبرنا ان كيرية احد الشخصيات اللي كانت موجوده في المجتمع في زمن القديس يوحنا الحبيب. لكن اهم ما في هذه الرساله هو كلمه الحق، ولذلك يسمون الرساله الثانيه هي رساله الحق النابع من الحب، والحب
الذي يعبر عنه بالحق. وتتعجب وياي لما تعرف ان كلمة الحق في هذه الرسالة ذكرت 5 مرات، ورقم 5 دايما تعبير عن قبضة اليد، يعني قبضة ايدينا كده معناها كلمة 5، وطبعا بال5 أصابع. فكأن الرسالة في فحواها كلها عايزة تقول امسك في الحق، خلي كل حاجة في حياتك حقانية، أو بصورة أكثر وضوحا خلي كل حاجة في حياتك حقيقية. لأن في مرض بيصيب الإنسان بالذات في حياته الروحية اسمه مرض الرياء والخداع، قد يخدع اللي حواليه، قد يخدع القريبين منه، قد يخدع نفسه ويصدق خداعاته ويضيع حياته. عشان كده بيتكلم على الحق بصورة واضحة جدا في هذه الرسالة. أول حاجة بيتكلم بحسب تعبير زمان القديس يوحنا الشيخ، الشيخ المقصود بيوحنا كان سنه تقدم، لكن كمان المقصود ممكن يكون مقصود بها كمان ناحية كهنوتية، سواء قصة أو أسقف، المهم أنه يحمل الكهنوت. لكن في معنى أهم من كده، أنه يحمل خبرة الحياة، شيخ متقدم في مدرسة الحياة. وبالتالي عندما يعلم ويبتدي كده الشيخ إلى كيرية المختارة، عايز يقول أن هذه الرسالة من واقع عملي وليست فقط من فكر نظري. يعني بيتكلم على الحق والحب يربطهم ببعض من واقع عملي، من واقع معاش، وليس مجرد أفكار مجردة، أفكار نظرية، أفكار فلسفية وخلاص. ثم أنه بيوجه هذا الأمر، بيوجهه إلى كيرية. موضوع كيرية ده فيه كلام كتير قوي. البعض بيقول أنها سيدة مشهورة تقية كانت تعيش في آسيا الصغرى، ممكن واحدة اسمها كيري وبنسمي بناتنا كيري، اسم جميل خالص وسهل حتى في النطق. أو أن كان في واحدة موجودة بس ما ذكرش اسمها وذكر لقبها، اللقب بتاعها السيدة النبيلة، أو زي ما بيقولوا كده في الأدبيات اللغة العربية فلانة هانم. فهو يقصد السيدة النبيلة أو السيدة المختارة، واحدة بس ما قالش اسمها. وناس تانية قالت لا، هو ما يقصدش حد من المرأة خالص، هو يقصد الكنيسة الجامعة، فسمى الكنيسة الجامعة السيدة المختارة. وبعض الناس قالوا لا، ده هو يقصد ان كل كنيسة اسمها كيرية، كيرية يعني مختارة، فكأن الكنيسة المحلية دي اللي موجودة في البلد الصغيرة دي اسمها كيرية الكنيسة المختارة. وكلمة المختار كلمة حلوة بتتقال حتى على المؤمنين، الإنسان المختار. فإذا كان كلمة الشيخ لها المعنى الرمزي بتاعها، فما فيش مانع أن كلمة كيرية ما تبقاش امرأة حقيقية وتبقى لها المعنى الرمزي أيضا لها. وممكن نعتبر أن الرسالة دهيت وليس ما يمنع أنها موجهة لأي امرأة في العالم، لأي أم، لأي سيدة، لأي زوجة، لأي إنسانة بتربي، سواء اللي بتربي ده في أسرة أو بتربي في مدرسة أو بتربي في بيت من بيوت ضيافة الأطفال، المهم إنها بتربي. وعشان كده قال لها فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا
سالكين في الحق، يعني بتربي صح. والرسالة كلها بتدور في دائرة الرعاية، يعني رسالة رعوية. ايه المشكلة اللي في الرسالة؟ المشكلة ان في ناس عايزة تمشي في الحق وتعيش الحق، هتكلم عليه بعد شوية، لكن في نفس الوقت في ناس مضلين وفيها راتقة، وفي ناس بيقدموا تعاليم كاذبة، وفي ناس بتشجع ناس على انها تمشي سلوك ملتوي. في فساد اي مجتمع في اي زمان في اي جيل بيبقى فيه كده. يا ترى هتختار ايه؟ هتختار انهي طريق؟ عايزك تاخد بالك من التركيبة الجميلة اللي ربط بها الحب بالحق. إلى كيرية المختارة وأولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل جميع الذين قد عرفوا الحق، من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب، من الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. شيء جميل بهذه السورة أن الإنسان يعيش في الحق. قديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى قال عبارة جميلة قوي كلكم بتحبوها وحافظينها، قال كده: يا أولادي نحن لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. بالعمل والحق، كلمة بالعمل والحق يعني العمل الحقيقي، العمل الأصيل. يعني إيه العمل الحقيقي؟ يعني العمل الذي ليس له هدف غير وجه الله خالصا، مش عشان سين ولا صاد. ما الإنسان أحيانا يعمل خير يعمله خجلا أو إحراجا، أو يعني يتزنق، أو يعمل الخير علشان يحسن صورته. فمش بيعمل الخير عشان ربنا، ده بيعمل الخير عشان نفسه، عشان صورته، البرستيج بتاعه، الواجهة الاجتماعية. وفي واحد يصنع الخير، يصنع الرحمة، يصنعها بحسب تعبير الكتاب، الشمال ما تعرفش اليمين بتعمل إيه. ليه؟ لأن كل عمل من أعمال حياة الإنسان، أعمال المحبة، يجب أن توجه لله مباشرة وليس لإنسان. ومن أجل خاطر محبتي لله أصنع هذا، ما فيهاش بقى الميول الشخصية ولا الرغبات الشخصية، ما فيش ده خالص. الواحد لما يعيش بالحق يحصل ايه في حياته؟ يحصل حاجات كتيرة. الانسان الذي يعيش بالحق يعيش في مجتمع الثقة. يعني مثلا واحد في اسرة، اسرة دي 4-5 افراد، مدام واحد ماشي بالاستقامة وماشي بامانة، يوم كل اللي في البيت وكل اللي حواليه يثقوا فيه. لو تلميذ في الدراسة بتاعته ماشي بأمانة وباستقامة، الكل يثق فيه. لو سلوكياتك المجتمعية ماشي فيها بالحق، في شغلك بالحق، في عملك، بالتأكيد الجميع يثق فيك. ويوم ما تبقى في مشكلة أو في ضيقة هيثق في كل كلمة أنت بتقول. الحق يجعل الثقة تعم في حياة الإنسان، مش بيلف وبيدور، مش كلامه له معنى وهو يقصد معنى تاني،
واحد واضح. الأمر التاني إن الإنسان ماشي بالحق بيعرف يوزن أموره، مش مشتت. أصل دايما الإنسان الملتوي يبقى مشتت. يمكن كلكم فاكرين قصة حنانيا وسفيرة، هم حاولوا إنهم يعيشوا زي المجتمع المسيحي اللي كان موجود. قالوا بس يعني يخلي جزء لنا، جزء ما حدش عارف الأيام فيها إيه. ويبتدي القديس بطرس الرسول يتناقش ويا بطرس ويا حنانيا ثم مع سفيرة، لكن كانوا يحاولوا إخفاء جزء، وبالتالي ما كانش سلوكهم حق، وبالتالي كانوا مشوشين ونالوا جزاء. كمان الحق لما الإنسان لما يبقى فيه قانون للحق، لما في نظام قانوني للعدل، يجعل دائما الإنسان يشعر بحرية وبشفافية، كل الأمور شفافة. كانوا زمان يعملوا صناديق الانتخاب من خشب مش بتبين، دلوقتي العالم كله بيلجأ للصناديق الشفافة عشان يبقى فيه نوع من المصداقية ونوع من الحق في أي إجراءات انتخابية أو استفتاء أو ما يشبه. كمان الحق يجعل الإنسان عندما يتكلم يجد من يصدقه فيجد مصداقية. لما يكون في مثلا مسؤول أو خادم أو أب كاهن أو خادمة أو أب في أسرة أو أم في بيت، لما يكون بيتكلم بالحق اللي بيستمع إن كانوا أبناء أو مخدومين أو أي حد، يبقى فيه مصداقية في الكلام، يبقى فيه ثقة في هذا الكلام. ولذلك ربنا يسوع المسيح قال مرة عبارة حاسمة: أنا هو الطريق والحق والحياة. العبارة دي كتير نسأل هم دول ثلاث صفات، طريق وحق وحياة؟ أقول لك لا، ده هو تعبير واحد. أنا هو الطريق الحقيقي للحياة، أنا هو الطريق الحقيقي للحياة. والسيد المسيح كمعلم صالح اشتهر بأنه دائما كان يقول الحق الحق أقول لكم، مش كلام له أكتر من معنى، ولا كلام كده ما هوش واضح، ولا كلام فيه علامات استفهام، كلام واضح جدا: الحق الحق أقول لكم. أيضا الحق هو مصدر الحب. الإنسان اللي ماشي في الحق دائما يعرف الحب، والإنسان الذي يسير في الباطل، الباطل هو مصدر الشهوة. الحق يجيب حب حقيقي، الباطل يجيب حب مزيف نسميه شهوة. إذن الرسالة النهاردة بتوجه لنا صورة مهمة عن السلوك في الحق. راجع نفسك، راجع نفسك، يكون شكلك بطريقة لكن سلوكك ليس حقاني. قد يكون له ثياب الورع ولكن ليس له سلوك الورع. يقول كده في الرسالة: هذه هي المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه. هي دي المحبة، مش المحبة واحد هيقول للتاني أنا بحبك وخلاص، مش المحبة دي عشان جبت هدية ولا قدمت حاجة، مش دي المحبة. المحبة هذه هي المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه في الحق. وده شيء مهم لنا كلنا، أن احنا نحب أن نطرد من حياتنا كل زيف أو كل رياء أو كل خداع أو كل باطل. اطرد من حياتك
اجتهد في كده، خلي كلامك كله واضح، كلامك نعم نعم ولا لا حسب وصية الإنجيل، سلوكك واضح. في واحد في سلوكياته الكتيرة تلاقي يثير حول نفسه علامات استفهام، وتلاقي اللي حواليه شاكين، ومن هنا طلع مثلا المثل الشعبي أو المصري القديم يقول لك الكذب ملوش رجلين، هو لأنه ماشي ملتوي فبيداري الغلط بتاعه بكذبة، والكذبة عايز لها كذبة تانية وكذبة تالتة، وبعدين تيجي الأم اللي بتربي ابنها وبنتها تبتدي تكشف الكذب ده، وأحيانا تقول الطفل لابنها وبنتها عيني في عينك لأنه كلامه مش مظبوط، لأن في حاجة عليها علامة استفهام. الحق، ولذلك في علوم الإعلام والميديا الحكاية دي خطيرة قوي. أحيانا الميديا من أجل الإثارة تنسى الحق وتنسى الشيء المظبوط، وأحيانا الميديا بتكلم كلام عام طبعا، أحيانا الميديا من أجل البيزنس من أجل المكسب تنسى الحق أحيانا، ويضيع الحق في العالم الكبير ده. ولذلك القديس يوحنا فوجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق، بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من عند الآب. لكن المهم ان في الحياة في ناس لا تقبل الحق، زي ما بيطلع في الكنيسة بين وقت والتاني ناس مضلة وناس بتهرطق. يعني أريوس في تاريخ الكنيسة باعتبار هرطقة أريوس من الهرطقات الكبيرة، أريوس شخص لم يحب الحق وحب يزوق الكلام اللي هو بيقوله بشوية أشعار وشوية آيات من الإنجيل ما فيش مانع، لكن كلام فاسد، هرطقة، تعليم فاسد في الإيمان. هكذا الهرطقات، هكذا بعض المذاهب المعاصرة اللي بنسمع عنها من وقت والتاني عمالة تطلع هنا ولا هناك خالية من الحق. قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح، هذا هو المضل والضد للمسيح. انظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. يعني الذي لا يسلك بالحق يضيع حاجات حلوة هو عملها، خلاص تضيع، زي واحد مثلا عمل أكلة حلوة خالص وأفسدها بشيء في الآخر ضاعت. أحد النماذج القوية في تاريخ الكتاب المقدس عاشت بالحق عزرا الكاتب من أيام السبي في حياة اليهود، وعزرا له سفر في الكتاب. عزرا حب يعيش الحق، موسبي ده كان عقاب للشعب اللي سلك سلوك وحش، فحب يعيش الحق. هيعمل ايه؟ قال اول حاجة لازم ادرس كلمة الله. الوسيلة الاولى ان الانسان يعيش الحق ان يدرس كلمة الله باستمرار، يعيشها. هتعرف الحق منين غير من الانجيل؟ بحسب وصاياه زي ما الكتاب بيقول. ونمرة اتنين ياخد الوصية ويطبقها على نفسه أولا، يبقى بيدرس يطبق على نفسه ثم يعلم آخرين. دول الثلاث خطوات لإنسان يتعلم الحق أو يعيش الحق.
يدرس باستفاضة وبعمق كلمة الله ويعيش فيها ليل نهار ويلهج في ناموسه ليلا ونهارا. الخطوة الثانية إن هو يطبق ما تعلمه على نفسه، زي ما بيقول هنا: بعضا من أولادك سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا منذ البدء. بيعيش هو الوصية. لما يعيش الوصية كويس يقدر يخلي آخرين يتعلموها ويقدمها تعليم للآخرين، ويطلع من يربيهم ومن يعلمهم يطلعوا بالحقيقة أولاد أو أبناء في الحق. شيء مهم خالص إن احنا نشغل نفسنا بحياة الحق أو الحياة الحقيقية. شيء مهم جدا إن حياتنا تبقى حياة واضحة. هذه هي المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، من يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. الشيء الأخير بقى في الرسالة الجميلة دهية الصغيرة، أنه بيختم الرسالة بعبارة جميلة قوي، يقول: يسلم عليك أولاد أختك المختارة. طبعا لو خرجنا خارج نطاق الجسد ان فيه يعني اختين ودول عندهم اولاد، نخرج الى معنى الكنيسة. فكل كنيسة هي اخت للكنيسة الاخرى، كل كنيسة كده هي اختها، وكل شعب كنيسة هم اولاد اخت الكنيسة التانية. الكلام ده مش على الكنيسة المحلية بس، على كل كنيسة في العالم كله. يسلم عليك أولاد أختك المختارة. ولما تشعر كل كنيسة إن فيها هذه المحبة وهذا الاختيار من الله، يجعل الكنيسة تسلك كلها بالحق. وما الكنيسة إلا أعضاء جسد المسيح الذين يسلكون بالحق. الخلاصة: عيش حياتك بصورة حقانية، بصورة حقيقية. ويعني كلكم عارفين لما بنيجي نبتدي قانون الإيمان نقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد، بالحقيقة، بالحقيقة، بوضوح، بعبارات محددة. لما ترجع البيت بالسلامة افتح إنجيلك واقرأ الرسالة الحلوة دهية، وقف قدام ربنا وقول له: رب عايز أعمل وياك عهد إن أنا أبتدي أعيش من خلال الكتاب المقدس ومن خلال الصلوات ومن خلال كتابات الآباء، وعيش الوصية الحقيقية وعيش الحق، وتكون حياتي حقة قدامك يا رب، ويكون هذا الحق هو منبع الحب والمحبة اللي أقدر أحب بيها كل أحد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.